بيروت حفلا تكريميا لفائدة أطفال الأسر المعوزة الذين استفادوا من عملية ختان جماعي. المبادرة نالت إعجاب واستحسان الحضور من اللاعبين القدامى والعائلات، معبرين عن شكرهم لمجمع تحكوت على هذه المبادرة الإنسانية الخيرة. ياسين حسين. في أجواء رمضانية جد مميزة، أحيت جمعية الرادياز بولاية وهران وتحت رعاية مجمع تحكوت حفل فني وتكريمي على شرف العشرات من الأطفال الذين سيتم اختتانهم بمناسبة هذا الشهر المبارك. احنا جمعية رادياز راكم تشوفوا النشاط تاعنا نشاط ريادي ونشاط تضامني. هذا العام ان شاء الله خممنا باش نختنوا الأطفال، وان شاء الله وتكون هذا التقليد سنوي. شكرا للدولة الجزائرية، شكرا لشركة تحكوت محي الدين يعني على المساعدة اللي قدموها اليوم، ونشكر يعني سي تحكوت اللي ما بخلش علينا بكل كبيرة وصغيرة وعطى دعم يعني دعم قوي لرادياز كل الناس الغيورين. هذا الحفل عرف مشاركة قدماء اللاعبين، كما عبر عائلة الأطفال عن فرحتهم وسعادتهم، شاكرين في نفس الوقت مجمع تحكوت على هذه المبادرة. الحمد لله رانا فرحانين بهذه المبادرة اللي داروها لنا اليوم، ونشكروا سي تحكوت على هذا الحاجة العادة هذه طيبة اللي دارها لنا، والحمد لله. نشكروا السيد تحكوت على هذه المبادرة وكاع اللي قايمين على هذه الحفلة هذه، نشكرهم كاع بارك الله فيهم. شوف الله يبارك، هذا والله احنا والله ما نشروه ما نشروش، هذا راهم يطهروا ب 500 وتشري له هذه مليون، مليون احنا وين نسيبوا انايا، والحمد لله. ملتقى عائلي ورياضي هدفه بث الأمل في نفوس الطبقات الفقيرة، ليختتم مجمع تحكوت الحافل بتقديم إعانات مالية لهذه العائلات. بهذا مش...